أنا وياكي تقابلنا أول مرة بالدار وتعرفنا على بعض، وبعدين أنا صرت أعتني فيكي وعايشة معك بالبيت كمان. هذا الشيء كله مانو صدفة، لازم تحاولي تتذكري هذا أبوكي فيتال. أنتي أبداً ما فيكي تقولي عن كل يلي صار إنه هو صدفة ومو أكتر من هيك يا بنتي. تتذكري بنتي كيف اجيتي هداك اليوم؟ اجيتي لعنا على البيت وربطتي الخيط لأخوكي باكيا، تتذكري؟ شوفي مو وقتها انتي غنيتي لها نفس غنيتنا؟ ايه صح، وقتها غنيت لك الغنية اللي بتحبيها وبعدين انتي نمتي. هذا فيتال ابوكي، طلعي فيه. ابوكي بابا. طيب شو عرفك هداك اليوم انه المصاري محطوطين بقلب الدرج تحت الرف؟ بيوما انت كيف عرفتي انه انا بحط مصاري بظرف الورق بالدرج؟ المصاري بالدرج اللي تحت الرف. انت عملتي الشاي لما اجيتي لعنا صح؟ هيك كالفي بتعملوا نفس الطعم. وقتها فيتال هو اللي انتبه.